وللتعليق على الإجراءات التي تتخذها السلطات الصحية في العراق للحد من تفشي فيروس كورونا في ظل تهالك المنظومة الصحية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. بعد خراب البصرة كما يقال في العراق، الحكومة تتخذ خطوات بإغلاق الحدود، وهناك من يشكك في تنفيذ القرار. لماذا الحكومة الآن قامت باتخاذ هذا الإجراء حسب رأيكم؟ أولا، الحكومة الموجودة في العراق وهي سلطات متواطئة لا تعتمد على مصلحة الشعب العراقي مطلقا، وبالتالي لا يمكن تصديق إجراءات شكلية ذات قرارات إعلامية لا تنفذ على أرض الواقع، لذلك هي بعيدة كل البعد عن مصلحة الشعب العراقي في تفشي فيروس كورونا الذي هو يعتبر الآن وباء قاتلا، وباء يدمر كل التجمعات السكانية. العراق الآن في قلب العاصفة، لذلك ما فائدة هذه الإجراءات ولا زالت الزوار الإيرانيون يتوافدون إلى العراق؟ بالأمس كانت هناك طيران إلى مطار النجف ومطار بغداد الدولي من قبل إيران، يعني وبالتالي حادثة الطيارة الطائرة التي أعلنوا عن جسم غريب فيها وطوقت في مطار بغداد شاهد على أكذوبة منع الطيران ومنع الحدود بين إيران والعراق. لذلك هذه الإجراءات ليس هي من باب التشكيك، إنما هي إجراءات وهمية بطريقة واضحة يعرفها الشعب العراقي، لذلك لا قيمة لإجراءاتهم، وهم يكذبون بكل هذه الادعاءات الإعلامية لأنهم يفرضون سطوتهم على الشعب العراقي فقط من أجل رفع أسعار المواد الغذائية وغيرها وإدخال المناطق في أزمة، وإلا فحظر التجوال لا يشمل الإيرانيون ولا يشمل الذين يدخلون وهم في لديهم مصابين بفيروس كورونا داخل العراق. وقد رأى العراقيون والعالم أجمع عندما يتم تصوير أعداد كبيرة من الإيرانيين يتساقطون على الشارع وبالتالي يصاب بهم العراقيين. الآن حسب ناشطين تواصلنا معهم في كربلاء وصول وفود إيرانية إلى كربلاء، ورأيتم المؤتمر الصحفي لمحافظ كربلاء ولغيره يتكلم عن عدم قدرته على منع الوافدين إلى كربلاء. هذا يؤكد حقيقة لا يمكن السكوت عنها، أن السلطة متواطئة مع إيران في تعمد نشر فيروس كورونا داخل العراق بطريقة ممنهجة ومتعمدة. طيب، المنافذ الحدودية خاصة المنافذ التي هي مع إيران كلها تحت سيطرة الميليشيات وتدر عليها أموالا طائلة، برأيكم أستاذ عبد القادر هل سيكون بإمكان الحكومة في بغداد إغلاقها؟ أولا، الحكومة هي عبارة عن نتاج هذه الميليشيات، وهي لا تجرؤ أن تتخذ قرارات تخالف رغبة وإرادة الميليشيات التي تتحكم بالمشهد الأمني والسياسي والاقتصادي. ولذلك رأيتم أن الشرط الأساسي لتشكيل الحكومة أن لا تمس المبالغ المالية لوزارة الصناعة والتجارة، لأن كل العقود مسيطر عليها من قبل ميليشيات تريد بقاء هذه الأموال رغم انخفاض وتدني النفط بأسعاره، لأنهم يعتمدون على الشراء من إيران ويريدون هذه المبالغ بالعملة الصعبة أن تذهب إلى إيران لمساعدة إيران. لذلك حقيقة لا يمكن اقتصاديا أن تستطيع فرض الحكومة إرادتها على الميليشيات، لا سيما المنافذ الحدودية التي تعتمد عليها الميليشيات في تزويدها ماليا، ثم يهربون منها المخدرات وبالتالي ينقلون الأموال دون حسيب ودون تحويل مالي. لذلك الحكومة عاجزة إذا لم تكن متواطئة، وهي بالفعل نتاج هذه الميليشيات تحاول شرعنة كل المخالفات القانونية لهذه الميليشيات على حساب الشعب العراقي. لذلك أي إجراءات يمكن أن يتكلموا فيها، هم لو كانوا صادقين بقدر بسيط لاستوردوا مواد تموينية وغذائية لمدة 3 أشهر للعائلة العراقية من خلال الأموال التي هي أموال الشعب العراقي من خلال بيع النفط مع الأمم المتحدة ومع الشركات الدولية التي ممكن الشراء منها. هم لم يقدموا سوى هرطقة إعلامية فقط عن بيانات حظر تجوال قطع الطرق وبالتالي لا تنفذ على الشعب العراقي. هل يستطيع، عندما سمعنا في محافظة الأنبار عن إغلاق حظر التجوال والحدود، هل يستطيعون منع الزائر الإيراني الذاهب إلى سوريا
أنا هنا من خلال منبركم أتحداهم أن يمنعوا طريق النخاب الذي يوميا حسب ما نتواصل مع الأهالي هناك يوميا قوافل إيرانية تدخل من طريق النخاب إلى الأنبار ثم إلى غرب الأنبار وبالتالي تستقر وتدخل المدن وتختلط مع الناس بطريقة واضحة تماما. إذن ما يجري هو حقيقة إعلام وهمي وبيانات إعلامية ليس إلا أمام ما يجري من نكبة من خلال دخول الإيرانيين لم يتكن هناك أي قرارات يمكن الحد من هذا الفيروس. طيب الحكومة يعني حكومة بغداد أعلنت فرض حظر التجوال الذي يبدأ من مساء الثلاثاء وحتى 23 من شهر آذار الحالي يعني على خلفية تفشي الفيروس في البلد، هل هذا أقصى ما يمكن أن تتخذه الحكومة؟ يعني هذا ربما لأنه القوافل أو ربما هناك عطلة موجودة داخل إيران أو الميليشيات لديهم أمور أخرى حتى يقتصر على 5 أيام. الدول التي هي بعيدة عن إيران ولديها ربما إصابات طفيفة بفيروس كورونا قطعت بالمباشر حدودها وأغلقت واتخذت إجراءات اقتصادية للعائلة وأخذت إجراءات طبية للمواطنيها وأخذت إجراءات حماية وقائية عبر توقيف الدوام في مدارسها وجامعاتها وأخذت إجراءات حدودية عبر غلق الحدود 100%، وبالتالي لم يسمح لكافة مواطنيها المتواجدين في بيئة الفيروس أن يتواجدون إلا بالحجر. لذلك عندما يقدم الوافد يذهب إلى الحجر إلا في العراق هذه 3 أيام. ماذا أستاذ عبد القادر، الشعب العراقي خرج في ثورة تشرين ضد ما يحصل وضد العبء الكبير الذي يتحمله المواطن في العراق نتيجة قلة الخدمات وقلة المصادر المالية أيضا، لكن اليوم جشع التجار وتجار الأزمات في العراق يرفعون الأسعار في وجود حكومة تغض الطرف عن هذا الأمر، كيف سيتحمل المواطن هذا العبء الكبير؟ المواطن العراقي والعائلة العراقية تعيش أياما عسيرة، فضلا إذا ما تكلمنا عن الأزمة الحالية فإنها مقبلة على أيام سوداء لأنه لا وجود لحلول حكومية. الحكومة متواطئة في زيادة معاناة العراقيين، وإلا كان هناك طريقا أيسرا عبر توفير المواد التموينية والغذائية عبر البطاقة التموينية لمدة 3 أشهر للتغلب على الأزمة، وبالتالي يتساوى فيها الفقير في توفير قوت يومه، إلا أن السلطة تواطئت في هذه القضية لأن تجار المواد الغذائية في العراق خاضعون للميليشيات ولذلك يريدون رفع الأسعار بطريقة ممنهجة متعمدة ولا وجود لحساب أو رقيب من السلطة والحكومة الحالية عليهم، لأن كل الأحزاب شركاء في عملية البيع التي ينتج عنها رفع الأسعار من أجل أن تدر عليهم أموالا ولا يأبهون للفقير العراقي، مع أننا نتكلم عن نسبة فقر تجاوزت الخطوط الحمراء بنسبة 50% في الشعب العراقي. لذلك حقيقة ينبغي أن يكون هناك تداعيا حقيقيا واضحا دوليا من خلال البند الثالث للأمم المتحدة في فرض عملية تزويد العراق والعائلة العراقية بالمواد الغذائية مقابل استقطاعها من النفط، وإلا نحن أمام كارثة قادمة غذائية لأن الأمن الغذائي منهار في العراق، فكيف إذا ما دخلنا أزمة ولا حلول لها؟ وقد رأيتم أن هناك طلبا من وزارة الصحة بعدد من الملايين الدولارات لتوفير العلاجات لم تستجب السلطة، فكيف يمكن أن تستجيب العائلة الجراء العراقية وهي تتضور جوعا؟ لذلك حقيقة نحن أمام كارثة في العراق ربما الآن ملامحها بدأت لكن ستتعمى خلال الأسابيع القادمة لأنه لا وجود لحلول حقيقية داخل العراق، وهذا يتضح على أنه الاستمرار بالثورة والانتقال إلى خطوات تصعيدية من أجل إسقاط العملية السياسية هدفا ساميا لهؤلاء الثوار من أجل حل القضية العراقية بطريقة كاملة وليست جزئية. نعم عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من عمان لمناقشة إجراءات الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، شكرا جزيلا لك.